أنا اسمي نديم سراج، ولدت عام 1937 في حلب سوريا، وتركت سوريا عام 1956 وأتيت إلى ألمانيا. بداية تعلمت الطب في جامعة ماينز، بعد ذلك درست علم الفلسفة في جامعة ماينز وجامعة هايدلبرغ. الفلسفة علم يبحث في القيم والأخلاق، وبهذا تطرح الفلسفة كيفية الوصول إلى ضمير أخلاقي يحفظ حياة الإنسان الروحية والمادية. الفلسفة تنمي الفهم الجمالي والحس الفني والذوق الأدبي، وكل ذلك يسهم في سمو الإنسان ورقيه. لفظ الفلسفة يرجع إلى الأصل اليوناني فيلوسوفيا، ويعني محبة الحكمة، وعرفها ابن رشد بأنها النظر في الموجودات. قام الدكتور تمام كيلاني رئيس اتحاد الأطباء والصيادلة العرب في النمسا بتكريم الدكتور نديم سراج الدين بجهوده في مجالي الطب والفلسفة. رغم ذلك دكتور نديم ما نسي قبته، لأنه لحد الآن عنده عيادة بيعمل تقريبا داوي المرضى والعيون، ولكن لا أن الفلسفة فيها حكي أكثر في كذا في المجال مع النساء أكثر مع قبة العيون قبة عملي خصوصا طاقة الوصفة. لذلك حول الفلسفة بدون لأنه ما لذلك بدي أشكر دكتور نديم وأقدم له كمان ألف شكر، يعطيك العافية. أهلا وسهلا بالدكتور نديم. أهلا وسهلا. كان صدفة كويسة بال. ولهذا اهتم الدكتور نديم سراج الدين بالفلسفة لما لها من أهمية. أولاً تنمي القدرات عند المتعلم وتقوي السلوك العقلاني وتساعد على التوازن النفسي في الظروف الاجتماعية والفكرية المختلفة. ثانياً تعزز امتلاك الثقافة وتنمي القدرة على مواجهة المشاكل وتساعد على الفهم والاستدلال. ثالثاً تنمي وعي المتعلم لاستيعاب محيطه وتنمي القدرة على إصدار الأحكام وتزيد وعي الفرد بمبادئ حقوق الإنسان وتزيد من معرفته بالصراعات الأيديولوجية والصراعات الثقافية. رابعا تزيد من معرفة الفرد بالنظم الاقتصادية والسياسية وتمنح الفرد القدرة على احتواء العنف الفكري ومن ثم تمثل قيم التسامح. ايش الفرق بين الكاهن وبين اليسوعي؟ الكاهن بتعلم التقاليد الدينية بس ما خلص دراسة الكاهنة بتعلم الفلسفة. ليش بتعلم اليسوعي بعد الدين الفلسفة؟ ليش؟ وهذا الإنسان بسوي ذنب، مين المسؤول عن الذنب؟ ذنب في جواب منكم؟ نفس الإنسان. نعم؟ نفس الإنسان. لا الشيطان الشيطان هو مسؤول عن الذنب. مين بدبر حاله مع الشيطان؟ في
فيلسوف. لقد اهتم الدكتور نديم بعلاقة التفكير الناقد والقدرة على الحياة بشكل سليم، ويرى أن الفهم العميق هو إحدى نتائج إعمال العقل والتأمل، وذلك الفهم يجعل المجتمع متوازناً في ظل الصراع على النفوذ والسلطة والمال. وقد اهتم الدكتور نديم بمجهودات الفيلسوف النمساوي كارل بوبر ونظريته حول إمكانية التجديد التي يقصد منها البحث في النظرية العلمية من أجل تطويرها، ومن ثم التصدي لكل من يدعي أنه يمتلك الحقيقة المطلقة. وقد اهتم الدكتور نديم بالتفكير الفلسفي العميق في علم السياسة الجمالي ودور الجماليات في تهذيب السلوك السياسي، ولهذا كان مؤلفه الفلسفي حول الجماليات ومعناها في السياسة الدولية. ويرى الدكتور نديم بأن التراث الثقافي والحضاري لا يجوز المساس به، ويعتبر تدمير الآثار هي جريمة ضد الإنسانية، فهي مقدسة مثل الطبيعة ولا يجوز الإضرار بها. حدثنا الدكتور نديم سراج الدين عن وجوب محاكمة من قام بهدم الآثار و المعابد الموجودة حول العالم والمتاحف. وأثناء حديثه أكد لنا، ونحن يعني ندعمه في ذلك، أنه كل من قام بسرقة هذه الآثار يجب أن يحاكم كذلك، مثله مثل من قام بتحطيم المعابد والآثار والتماثيل الحضارية للشعوب المختلفة. ما رأيك يا دكتور؟ هذا أهم عامل في دراسي عن ضرورة علم الجمال في السياسة. علم الجمال في السياسة. علم الجمال في السياسة اللي طرحته بدأ بتخريب الآثار التاريخية للشعوب، وهل ضرب المعابد ضرب الآثار ورجوك انه انت ما لك قيمه، يضربوه في شخصيتك، يحطموا نفسيتك. هذا نوع من الاجرام، وهذا الاجرام لازم يعاقب عليه دوليا، وهذا طلبي انه في محاكم دوليه يحاكموا المجرمين اللي عملوا هالشيء. هذا في الستيتمنت اللي حضرتك اعطيته للامم المتحده. ايوه، انه لابد من تفعيل دور المحاكم الجنائية الدولية. أيوة. لمحاكمة من قام. أيوة. بهدم الآثار. أيوة. المتعلقة بحضارات وثقافات الشعوب وتاريخها. أيوة. فهذا يعتبر اعتداء على القيم وعلى الإنسانية، على الإنسان، على شخصية الأمم، شخصية الأمة، شخصية الشعب، مثل ما عملوا الأمريكان مع الهنود الحمر، ضربوا تاريخهم، ضربوا إنه وحوش شرسين، وهذا أكبر خطأ سووه. ولده هذا ترامب مع الأسف بده يضرب مو بس إيران المحلات النووية، بيضرب تاريخ وثقافة الفارسية. هذا قاله، وهذه تعتبر جريمة تتساوى مع انتهاكات حقوق الإنسان. طبعاً. وإبادة جماعية. أيوة. جريمة إبادة جماعية للحضارة. أيوة. وتاريخ البشر. سيد الكريم، الموضوع هو اللي حصل تغير حوار الثقافات إلى حرب الثقافات، ولازم نحن يكون عندنا معرفة كيف حرب الثقافات بصير، كيف بصير مقاومة له. ال
الواقع العربي السياسي طغيان الشرق لا او العربي عربي طغيان العربي لا شرح الواقع السياسي العربي نعم حتى الان في 190 على مثال لبنان حتى اجم الايديولوجيه الغربيه الايديولوجيه اليونانيه الرومانية الحاضرة الأوروبية يعني الفكر الأيديولوجي أتى من الثقافة اليونانية وانتقل إلى أوروبا بلاد العرب النخبة العربية أخذت كأداة لشرح الوضع وهل كان النظرية خاطئة نظرية الأيديولوجيات الأجيال الغربية اللي جيت من كارل ماركس من الهيجل الفلاسفة الغربيين والفلاسفة الألمان الفلاسفة الأوروبيين أو الفلاسفة اليونانية طلعت فاشلة في فهم أو شرح الواقع بل خلقت معضلات ومشاكل على المشاكل الموجودة المشاكل ما بدو يحلوا مشاكل يعرفوا المشاكل صنعت العنصرية صنعت النازية هي تركيبها هي نتائجها النخبة العربية فشلت في فهم الواقع الموجود ما قد تعرفه ما عرفت ضروره يعني تعرفه إيش شكله شكليته يعني نستطيع القول أنه هناك عجز في فهم الواقع أيوة من السياسيين العرب والنتيجة عدم وجود حلول وحلول للمستقبل ما هي موجودة كمان وغير قابلين انهم يسمعوا اي راي مخالف لانه عم بحموا هن الطريقه العسكريه زادت الطين بله صارت شغله اكثر لانه كده. اصبح في منفعه ماديه لا ما خليك كوربسيون هي غير شيء نعم. انه في فهم الواقع لانه عم يعطوك واقع انت تفهمه او هل النخبه قادره تعرف المواضيع تقدم لك اياها لا ما عرفوا هاي معناها هلا بترجع النتائج انه نتائج المعرض عدم المعرفة عدم الفهم الواقع انه النخبة صارت فساد فيها واحتكرت الحياة السياسية أيوة ولا تسمح للتغيير أيوة لا تفهم أفكار غير ما اللي ما عجبتها وقد اهتمت منظمة اليونسكو بنظرية الدكتور نديم سراج الدين في أهمية الجماليات ومعانيها لخدمة السياسة الدولية وفي 20 من شهر يوليو لعام 2021 اعترفت الأمم المتحدة بأهمية الرؤية الفلسفية التي يطرحها لخدمة السياسة الدولية والمجتمع الإنساني وما زال الدكتور نديم سراج الدين حريصاً على نشر الوعي حول أهمية الفلسفة والمنطق في تطوير المجتمع الإنساني وبما أن الإنسان من خلق الله فلا يجوز التعدي على خلق الله وكذلك الحفاظ على البيئة وعدم تدميرها يدخل في صميم الحفاظ على القيم.